بلفتة وفاء جميلة للحكم تركي الخضير بابتسامة واثقة من شاموسكا، فهو آخر مدرب حمل اللقب الغالي. بهجمات مركزة بدأها الشباب على مرمى الحارس محمد ياسم المحاسنة بديل مصطفى زغبة. على الورق سابقا كنا نقول أن المباراة محسومة للشباب، هذا الموسم ضمك مجتهد يفاجئ الجميع. على أرض الملعب اللعب بجهة واحدة لا غير، وكل الفرص البيضاء لاقت نفس المصير. الاتجاه الواحد انقلب للجهة المقابلة والشباب لم يساوم لم يفاوض، أراد التأمين، والتأمين يعني الأهداف. ومنتعب الحربي خطف العرضية وأحرز الأول وفك العقدة. فك العقدة لأن الشباب تعب بالتجريب أمام المرمى، ولعل فرصة إيجالو تشرح بعض المعاناة والتي تاهت فيها الكرة ثم تاه الشباك. ثم سمعنا موسيقى شبابية بتمريرات متقنة دقيقة مليمترية، وبنيجا بالمسطرة للبرازيلي كارلوس جونيور. هدفا وسيطر على كل الأجواء، والعزف الشبابي استمر كما استمر كارلوس بتسجيل الأهداف. مر الوقت طويلا دون أن نشاهد الحارس فواز القرني، وأمام انفراد الأرجنتيني زيلايا تعملق ومنع تقليص الفارق. الفارق بقي أن الشباب يمتع ويستمتع، وبنيجا يصنع وكأن لديه أعين أكثر من البقية، وكأنه يشاهد أرضية الملعب من الأعلى. وهتان مرر وفاروق الشافعي بالخطأ في مرمى. الأهداف لم تنتهي، الفرص استمرت. ضمك سلم المنديل، تركي العمار وصلته الكرة من الدفاع ووضعته في انفراد تام، والعمار أعلن الخامس. الله 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 الله، عمار يا شباب، عمار. الأحداث لم تنتهي، دخل البديل نواف العابد، وبعد قليل خرج بعد اشتباك بالبطاقة الحمراء. في النهاية الشباب وجه رسالة للبقية على المستوى والأداء بهذا الفوز العريض. ميديا الرضوان، صدى الملاعب. يفترض أن يكون العابد أكثر هدوء. مبروك للشباب، بهرت لك لضمك، لكن مناظر حية ما حبيت شوفها. أحمد شمراني، خمسة كتير على ضمك، وهو يعني عم بيقدم مستويات كبيرة في الدوري. هي لا شك انها كثيره، لكن الشباب الان ناوي على 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 الدوري، ناوي على الكاس، ناوي على تسديد الفواتير. اليوم بنشوف شباب مختلف تماما، وخاصه في الشوط الثاني بعكس ضمك اللي حقيقه منذ مباراه الفتح في اخر مباراه في الدوري تلقى خمسه اهداف، سجل خمسه اهداف، والفريق في حاله انعدام وزن. اليوم ربما الغياب ايضا غياب الحارس مصطفى زغبر، غياب هلال السوداني قد يكون مؤثر. مثل هذه الفرق لا يوجد لديها دكة. الشباب لا شك أنه فريق مختلف، بدأ الدوري متوعك، خسارة من الفتح، خسارة من أبها، تعادل مع الاتفاق، شاموسكا كان تحت اسمه أكثر من خط، لكن أصرت إدارة الشباب الواعية والمتمكنة واللي تعمل على هذا وصناعة الفريق منذ ثلاث سنوات. خالد البلطان جاء ووعد الشبابيين بصناعة فريق يعود البطولات، واليوم نشاهد حقيقة كل المشروع اللي يتحدث عنه على أرض الواقع بيقدم كرة قدم تستمتع بها. حتى المشاهد اللي ما يحب الشباب لا يملك إلا أن يصفق للشباب، ويصفق البانيقة، ويصفق لشاموسكا، ويصفق لإدارة الشباب على هذا الفريق المحترم.